تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم بيومها الوطني 48، وهي تنعم بالازدهار والتطور والنماء في ظل نهضة شاملة في جميع المجالات. على سارية قصر الاتحاد بمنطقة الجميرة في دبي، اعتلى علم دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في 2 من ديسمبر عام 1971، ليعلن للعالم أجمع قيام الدولة الاتحادية التي جاءت ثمرة مبادرات امتدت لعدة سنوات بتحرك مغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حال توليه حكم إمارة أبوظبي عام 1966، لتعزيز الروابط مع إمارات الساحل المتصالح بفكرة اتحاد يكون نواة للوحدة العربية. في العام 1968 تمخض اجتماع المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمهم الله عن إعلان اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي كبداية لاتحاد أكبر وأشمل. واستجابة لنداء حاكمي أبوظبي ودبي، اجتمع حكام الإمارات السبع حيث جرى تدارس فكرة قيام اتحاد لجمع الشمل، وتشكلت عدة لجان لاتخاذ القرارات، كما شكل الحكام مجلسا أعلى ومجلسا تنفيذيا وأمانة عامة في الدورة التي عقدت عام 1969. تم بالإجماع انتخاب المغفور له الشيخ زايد رئيسا للاتحاد، كما انتخب صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي نائبا للرئيس. عام 1971 اجتمع حكام الإمارات السبع لإجراء مباحثات تستهدف إيجاد شكل متين للتعاون فيما بينهم تحقيقا لمعنى التكامل وبحثا عن الأمن والاستقرار في هذا الجزء المهم من العالم. وتوصل حكام الإمارات إلى القرار التاريخي بالتوقيع على وثيقة قيام دولة اتحادية باسم دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون نواة لاتحاد شامل، وبدأ مشروع الاتحاد بست إمارات. وقد تم في هذا اليوم المبارك التوقيع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة. في 2 من ديسمبر عام 1971 عقد حكام الإمارات الست اجتماعا وأعلنوا سريان مفعول الدستور المؤقت وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة التي انضمت إليها إمارة رأس الخيمة في 10 من فبراير عام 1972، ليكتمل عقد اتحاد الدولة الفتية.